احتفاء باليوم العالمي للغة العربية، استضافت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بأم البواقي الأديبين سعيد بوطاجين وعبد المجيد الغريب لتنشيط ندوة أدبية بالمناسبة. أهلا وسهلا بكم في بيتكم في رحاب المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية أم البواقي. بعد ذي بدء نرحب بالأستاذ ممثل رئيس الشعبي البلا الولائي. اليوم العالمي للغة العربية، لغة لا يمكن تجاهلها أو مدحها، فإنها لغة كتب الله لها أن تكون من أكبر لغات الدنيا، ولست مبالغا في ذلك، فإنها لغة بدأت في بطن مكة، حيث اختار المولى عز وجل أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام، أن اختاره أن يكون من بين قريش، من بني هاشم، من أوسط. هذا وأكد الأديب سعيد بوطاجين على ثراء اللغة العربية وتنوع مرادفاتها على عكس اللغة الأجنبية. باقاش كتاب من فرنسية يعني العربية، لأن أنا أخدمها بالتالي، أخدمها من جانب الممارسة، أعرف طبيعة اللغات التي أنقل منها اللغة العربية، يعني أعرف متاعب اللغة الفرنسية، متاعب. وتبقى لغة القرآن هي اللغة الأبرز في العالم.